السلام، مرحبا بكم. فيديو جديد معكم عباد من قناة مارغريت. عبالكم شحال من حاجة عددني باش ندير هذا الفيديو، يعني صوالح بزاف كانوا قادرين يعطلوني باش ندير الفيديو. عندي كثر من سبب باش تعطل باش ننشر الفيديو اليوم، ولكن رغم ذلك حليت كل هذه المشاكل وجيت بان لكم الفيديو. هذو المشاكل بزاف منهم اني ماش متفرغ هذا الوقت، يعني استقطعته بالسيف باش ندير الفيديو. ثانيا كي اصوات بزاف المحيطة بيا، اصوات بزاف راهي تظهر في الفيديو رغم اني نستعمل الميكروفون، بصح هذه اصوات شويه مزعجه تسمى تحملوها. ثالثا واش غنبين اليوم طلبيه لواحد الشخص ولا عنده اكثر من 3 ايام من اللي طلب هذا المنتج، ماش حدلوش المنتج غير باش ندير لكم عليه فيديو ليكم كيفاش تشحنوا، وبزاف بزاف اسباب اخرى. رغم ذلك قلت ندير الفيديو باسكو الناس بزاف تحوس عليه، وناس بزاف راسلتني في انستغرام ولا في الايميل ولا في الفيسبوك يقولوا لي دير لنا دوزيام بارتي كيفاش نشحنوا المنتجات ونبعثوهم، خاصة بعد الناس بزاف طبقت الفيديو الأخير وفتحت متاجر على علي إكسبرس، ولا حتى الناس تمتلك متاجر خارجية في مواقع أخرى مثل إي باي. قسم هذا الفيديو إلى دو بارتي ولا جزئين. الجزء الأول نوريكم كيفاش أو طريقة شحن المنتج ولا كيفاش نمبالو المنتج، يعني نمبالوه، عندنا برودوي رانا حنبيعوه بالخارج، كيفاش نغلفوه وكذا، كيفاش نتحصلوا على الفينيات هذيك تاع الارسال، وبزاف معلومات مهمه تحققوها اذا كنت مبتدئ وجامي شحنت ولا جامي بعت للخارج. وطاب دوزيام نوريكم ما هي طرق الشحن المتوفره في بلادنا في الجزائر. ثم هذا الفيديو حنوجهو للجزائر باسكو لا ادري طريق الشحن في المغرب مثلا او مصر او اي دوله اخرى. لهذا واش حنعرف انا طريقه الشحن في الجزائر، لان عن طريق تجربتي وعن طريق عملي في هذا في الاي كوميرس. المهم باه ما نطولش عليكم، قبل ما ندخل الفيديو تنساوش خاوتي بزاف صوالح ساهلين وهي الاشتراك في القناه وجام هذا الفيديو. اذا وصل هذا الفيديو الى 1000 جام ولا اكثر من 1000 جام راح ندير لكم اجزاء اخرى عن هذه علي اكسبرس. يعني اذا شفت في التفاعل وصل هذا الفيديو ديباس ال 1000 جام 1000 جام يعني 1000 لايك، يعني حدي اجزاء اخرى عن هذا الموضوع. اذا ما لقيتش موصلش 1000 لايك تما نحبسوا في هذا الفيديو، تما دعموني بلايك لانه لايك امر بسيط لكم، ولكن بالنسبه ليوتيوبر مثلي راهو مهم بزاف بزاف، هو فقط تحفيز ليا باش نمد اكثر. تما هبط حتى تسب زر لايك كليكي عليه، وتسب زر الاشتراك اذا ماكش مشترك من السابق، اشترك وفعل الجرس باش تواصل بكل جديد. يعني كل ما ندير فيديو بهذا الشكل يوصلك حتى الاول قبل اي شخص اخر. اشترك بقناه، فعل الجرس، زد اعجاب، تبع معي. المهم واش راح نحتاجو هنايا ورقة كيما هذيك كيما كتشوفو، ورقة اوتو كورون و دي ساشيتا كيما هكذا. يعني حوست في المكتبة قول المكتبة قسمي اوتو كورون كيما هذي، تجي فيها باكية فيها بزاف الورق باسكو هذي حنسحقوها نبريمو فيها البنيات لي بعثونا في علي اكسبرس. تما ورقة كيما هذي وسحقو انفلوب، يعني انفلوب براسك واش تجيب. انا مثلا جبت انفلوب ساب، تقدر اذا كان برودوي كبير في الحجم ما تجيبش انفلوب، تجيب كاين واحد العلبة خاصة تجي تحمي المنتج اللي مكتوبه فيها فراجي. هنا مثلا حنديرو غير في هذا لونفلوب، يعني بسقام هايله، يعني ما خصهاش درا بزاف. المنتج هذا هو كما كتشوفوا عباره عن يو اس بي، فيه كارد ميموري، فيه بزاف صوالح، وفيه حتى اليو اس بي كما يقولوا او تي جي كابل تاعها جاي تحت كما كتشوفوا. ها هو المهم، جي فيه حتى كارد ميموري وفيه حتى او تي جي. السعر تاعو كما قلت لكم 30000، ولازم ندلو فان هذه العفسه، يعني تشريها من تيبا فان في الجزائر، يعني كاين بزاف المحلات وين يبيعوها. هذه ديرها باش تحافظ على ذاك المنتج، اذا طول في الداخل المنتج ما حيصالي والو، حتى لونفلوب ما يتقطعش ولا ما يتمداش. المهم اول حاجه نديروها نشعل لامبريمونت ونامبريمي الفينيات اللي بحثوا لي في علي اكسبرس. ما قلت لكم نستعملوا هذا الورق وورق اوتوكونو كما تشوفوا من يجي شغل كلاسي. المهم نديرو في لامبريمونت ونامبريمي الفينيات. كما كتشوفوا هذه الورقه اللي خرجت هي عباره عن الفينيات اللي حلصقوها اللي بحثوا عليه في علي اكسبرس. كما كتشوفوا الوجهه اللي حلصلوا ليها هي ليتوانيا، يعني الدوله اللي حلصلوا لي هذا المنتج الى دوله ليتوانيا. وهذه معلومات الشخص اللي حلصلوا له هو ناتاشا تريوفكا، ما اظن هذه مرة، هذا العنوان تاعها وهذا الدوله وهنا هي رقم الهاتف تاعها، وهنا كيعذروا له هي
معلومات خاصة بي أنا. هذه المعلومات مش معلومات وين نسكن، وإنما معلومات إرسال مكان إحنا نرسل فيه المنتج. فاسم اللقب وهنا يا اسم اللقب التاعي وكذلك المكان، وهنا رقم الهاتف تاع المكان اللي حنرسل منه المنتج، وهنا معلومات خاصه بالمنتج كما كتشوفوا فلاش ميموري، الوزن تاعو شحال والسعر تاعو شحال. كما قلت لكم لازم تروح لابوست تعرف الوزن تاع المنتج تاعك، باش كي تحب كي يبعثوا لك في علي اكسبريس تعرف مباشره الوزن شحال هو والفاليو تاعو تكتبوا مباشره، باش ماشي تعاود تروح لابوست تستنى حتى تعرف السعر تاعو او الوزن تاعو مجدي. المهم هذه اهم شيء، كاين نبغوا نشحنوا اي عرسال للخارج، هذه اهم شيء على الاطلاق. اذا نقصها منه منا يعني خلي غير الصحيبه ثم تولي هكذا. تبعوا معايا دوك كيفاش نومبالي البرودوي كيفاش نبعثو. كانوا ليك شغل راني في اشغال يدويه برك مبقاش ولا صعاب، كل حاجه سهله. المهم هذا هو المنتج كما قلت لكم، هذا البروتيكتور لازم ديرو، بس كيف علي اكسبريس لو كان ما ديرش هذا العفسه ويتحلبوك بلي ما درتهاش زعما يشتكي بك البائع المشتري، في هذه الحاله راك راح تباصي وقادر يغوق حتى الاخر تاعك. المهم كما تشوفوا هذا الروفوب رخيص يدير 20,000 برك، كاين كيما تشوفوا كي تشري بلاشين تصيب يعطوك انفلوب كبير على هذا وشباب عليه. حنا نديرو ابسط الاشياء يعني ارخص وابسط، يدي 2000 عفوا ماشي 20,000، ندخلو هنايا المنتج وما نحطو معاه هذي يعني خلاص هذا ما كان، نقلبو كيما هكذا نحو هذي ونلصقو كيما هكذا كما تشوف. يعني هذا هو البرودوي. واش خاص هذا هو اهم شيء كما قلت لكم، هذه العفسه هي راهي اهم شيء ديال الفينيات، وماشي هذه وخلاص. كي تروح لابوست يعاودوا يسقوا لك فينيات اخرين فيها رقم تتبع ومعلومات اخرى مهمه. المهم انا قلت لكم هذا هو رقم مليح باش تنحي هذه وتلصق مباشره، خير ما تجيب ورقه عاديه تلصقها بالسكوتش، جيب اوتو كولو احسن. تباع باكيات ديال وقيله 20,000 تجي فيها 30 ورقه، لصقها مليح مليح، أكد بلي لصقت مليح مليح، يعني كي باش كي تروح هذي تخرج من الجزائر وتروح للطيارة ولا البابور ولا يكون مطيش بالخار. المهم هذي هذا هو البرودوي تاعنا كيما راكم تشوف، هذا هو بكل بساطة هذا هو المنتج اللي تروح تبيعو، هذا أسهل عفسة قادر تقدم بيعو. تسمى كيما قلت لكم هذا اللينيات فيها أهم شيء، وهذا الكود كود باك، وفيها فعلا معلومات المرسل المرسي والمستقبل، وهنا اسكو هنا كيما هذا المنتج ما فيهش رقم تتبع، انت راه في رقم تتبع لكن رقم تتبع ما يدلكش معلومات حصريه. وهنا رأس الدوله هنا ليتوانيا، لو كان حنسلو الجزائر هنا واش نديرو ديزل. هذه الفينيت ماشي خدمتها وانما اليكسبريس هو اللي خدمها وبعثها لي. هنا رقم تاع الشخص وهنا معلومات عن هذا المنتج. اذا بكل بساطه هذه طريقه كيفاش نومباليو اي منتج او اي طلب اي كوموند جاتنا في علي اكسبريس ولا اي موقع مهما كان. اذا كما شفنا طريقه الشحن او كيفاش نومبالو البرودوي المنتج يوصلنا، دوكا نقول لكم كيفاش يشحنوا وين نروح باش نشحن المنتج. للاسف الشديد هذا المنتج اللي حنشحنوا ماش قادر نروح لابوست ونصور لكم كيفاش نشحن وكذا، لانه منعوني باش نصور، لهذا سوف اقدم لكم جايب نظري فقط كيفاش تشحنوا عن طريق تجربتي في هذا المجال، عندي مده كبيره ونشحن انا للخارج. المهم كما تشوفوا قلت لكم المنتج هو منتج باسك كما شفتوا، السعر تاعو قلت لكم ميدي باسيش في الستور تاعي ميدي باسيش 4 دولار، عندي بزاف الانواع منهم، هذا جي طلب بزاف بعت منه كميه كبيره. وين شريته يعني الناس اذا حابين تعرفوا وين نشري هذا المنتجات بسعر رخيص جدا، نشريه بحوالي 30,000 حتى 40,000 من ذاك يوصل 80,000 حساب انواع. اذا راكم حابين تعرفوا كيفاش نشري ولا وين نشري هذه المنتجات بسعر رخيص بزاف بسعر الجمله، كما قلت لكم فجروا اللايك ديروا اعجابات لهذا الفيديو بزاف، اذا وصل الفيديو دي باس 1000 جاب ندير لكم فيديو نقول لكم وين نروح ونصور حتى في السوق ونوريكم وين نشري هذا المنتجات بسعر الجمله مع كيف نعاود نبيعهم في علي اكسبريس ولا في اي موقع اخر. ما كي نوجد لومبالاج تاعي كوجد البرودوي تاعي اونلاين كما شفتوا في الفيديو، سمحوا لي على هذه الفوضى لان لا غالب قلت لكم معليش الوقت باش يكفيني الوقت باش نخمل وكذا، تما جيت مباشره
صورت على هذه خلط مبدلت الفيديو ديرك تسمى ما عنديش الوقت. المهم باش طومبالي كان جوج صوالح في الجزائر ولا واش نستعمل انا واش يعني اذا شويه عنده تجربه اخرى ماذا به فينا في التعليق قلنا واش نستخدم انا واش نستخدم انا شخصيا كاين جوج صوالح هي اما يا ماس يا اما اوردينا تسمى برودوي صغير كيما هذا ماشي راح نخسر عليه باش ندي يا ماس ويخلص عليه بزاف وما الناس اللي هتشري من خارج مش حد دوموندي برودوي وزن تاعو ميم با 10 كيلو 10 غرام يشحنوه بالاي ام اس تسمى دائما هذا نشحنوه بالاوردينال. وكيفاش يكون هذا الاوردينال؟ تروح لابوست عادي دير المباراج تاعك موجود تروح لابوست قول لهم السلام عليكم نحب نبعث هذا المنتج الى الخارج عادي تقوم بامضاء بعض الوثائق طلبوا منك بعض المعلومات كيفاش كيفاش يعطوك رقم التتبع ويقولوا لي وزنوا هذاك المنتج لازم تكون عندك معلومه في السابق يعني روح شوف وتواصل مع لابوست قول لهم عندي هذا المنتج شوفوا شحال يوزن شحال يجيب لي بس كنت حتبيع منه وهاك حتبيع بزاف منه تسمى ديك شغل الفكرة عليه عرف بلي هذاك المنتج تاعك شحال يكون السعر تاع الشحن تاعك مثلا المنتج تاعي عرف بلي السعر تاع الشحن تاعو هاي 50,000 تسمى كي تجي حال نبيع في السطور تاعي كتب لهم بلي سعر الشحن راهو 50,000 مثلا 3 دولار مثلا ما مشي كل حتى كي يديمون ديك الشخص باه نروح لابوست ونشوف شحال يوزن وكذا تسمى لازم يكون عندك معلومة سابقة للمنتج اللي حتبيعو شحال يوزن تسمى المنتج تاعي باللي يوزن مثلا 10 غرام اقل من 10 غرام حيكون السعر تاعو يتراوح ما بين 20 حتى 30,000 40,000 حسب مركز البريد تسمى انت راح تقسي منه ومنه وين تصيب حاجة تساعدك خدم بها باسكو المشتري كي يصيب سعر الشحن رخيص كاين الاحتمالية باش الشراء من عندك اكثر تسمى انت عرفت كلش عرفت داك المنتج شحال يشحن شحال الثمن تاع الشحن تاعو تسمى توجد المباراج تاعك كيما شفنا في السابق كيما وريت لكم الساعة توجد كاع المباراج تاعك بيا كلش ريكلي تديه لهم ماك يوزنوا كذا وما تزيدوا ديروا فينيت في دوخه للسكور ديسكو فينيت في دوخه في داك البرودوي ومن بعد يمدوا لك الرقم تتبع تخلي عندك تبعثوا عند اللي بعث له اللي بعث له المنتج من لابوست يبعثوا مباشره مركز الارسال وخلاص برودوي تاعك راح ولكن اي ام اس راهي البريد السريع يعني توصل ليه تسمى ديروا في ماكم ما يدبروا يصالحهم هي ما تخش معها بزاف باسكو لي برودوي نبيعهم الخاص بزاف بزاف اورديناري كاين وين احيانا يرسلوا لفرنسا باش من فرنسا يبحثوا للدوله المعينه اللي حابه باسكو في اليكسبريس ما يقبلش الجزائر لهذاك لازم يرسلوا فرنسا ولا تركيا البريد التركي ولا البريد الفرنسي فهم يعاودوا يرسلوها الدوله الاخرى باش توصل لهنا اذا كنت تستعمل موقع اخر كيما موقع اي باي ولا ترسل عادي من الجزائر الى الدوله اللي حبيتها وتروح بشكل عادي وصول المنتج الى الدوله المعينه ميدي باسيش الشهر يعني يوصل عادي عند تجربة كاين احيانا حالات شاذة وين تطول باش توصل الناس يرفعوا لك ديسبيت يرفعوا لك قضية في حالة راح تعاني شوية المهم خلاص على السريع باش الفيديو هذا ما يديباسيش على بالي بلي ديباسي 2 مينيت قادر يلحق حتى 20 مينيت المهم انا حاولت باش ما تلقاوش عندي ان شاء الله الفيديو يكون عجبكم اذا كان عندكم اي سؤال مهما كان يعني اي سؤال جا في بالك ما تنساوش باش تطرحوا لي في التعليق ونحاول ان شاء الله نجاوبوا عليك يعني عماد دائما معكم وعدكم اي اقتراح باش نديرو فيه جديد يعني منا واكذا بندير فيديو اقتراح اي فكره راكم حابين ما فهمتوهاش غير واضحه ندير الفيديو قولوا لي في التعليق ان شاء الله ندير فيديو خاص كاع هذا وانتم رجعوا لي غير لايك برك جام هذا الفيديو برك ما تحتاج ترجع المهم شفنا كيفاش اون بالي وشفنا ما هي طرق الشحن كيما قلنا طرق الشحن هاي باينه هي ماشي اورديناري اورديناري قلتلكم تقاملكمش بزاف من 30,000 حتى من 20,000 حتى 50,000 ما ديباسيش كيكون برودوي صغير كيما تاعي هذا يعني ندير لهم في السطور تاعي سعر الشحن راهو يدير 2 دولار 1 دولار يعني ماكسيموم كان معكم عماد ان شاء الله تكون الفيديو عجبكم نتلاقى بكم ان شاء الله في فيديو جديد وكاين فيديو في المستقبل حول هذا الموضوع اللي استناونا نبقى غير نقول لكم نتلاقاو في الساعه تاع خير ان شاء الله دمتم في عهد الله وحفظه سلام. مغرب تك سيرفيس هي منصة جزائرية على الانستغرام مغرب تك سيرفيس تقدم عديد الخدمات للجزائريين وحتى الأجانب مغرب تك سيرفيس تقدم لك خدمة طلب بطاقة فيزا وماستر كارد حقيقية أو افتراضية مغرب تك سيرفيس تقدم لك خدمة تحويل الأرصدة من جميع البنوك الإلكترونية كباي بال باي سيرا بايور بايونر سكريل أو أي بنك آخر إلى سي سي بي أو الفليكسي أو حتى بريدي موب أو العكس كالتحويل من الدينار إلى الدولار مغرب تك سيرفيس تقدم لك خدمة بيع حسابات باي بال فعالة ترسل وتستقبل المال مغرب تك سيرفيس تقدم لك خدمة الشراء من الإنترنت
والدفع بالسي سي بي والعديد من الخدمات الأخرى. تفضلوا بزيارة المنصة للتعرف عليها، ولا تنسوا الضغط على زر المتابعة وطلب خدمتك فورا.